طمني يا رب يا جليل. الظروف النفسيه اللي تعرضت ليها من بدايه الحمل وعدم الرحم، كل ده عمل تشنجات في عنق الرحم، وعشان كده مضطرين نولدها بسرعه. وده ما يعملش خطر عليها او على الجنين؟ نبض الجنين مش مطمني، عشان كده بعت جبت اخصائي الاطفال يجي وربنا يستر. بصي مش عايزاك تقلق خالص، هي واخده مسكن شديد قوي، مش حاسه باي حاجه. ربنا يستر. مبروك يا أستاذ، اتربى في عزة، لبستها وحمتها وخليتها زي الفل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. Thank you.